تنتواجدوا برواق أختورد كالغي اللي هي نظمت واحد المعرض جماعي لثلاثة الفنانين من أبرز ومن أبدع الفنانين في الساحة الفنية المغربية اللي هما سي عبد الحي الدمناتي، سي عبد السلام الحرش، أي سي فؤاد بن المهدي. على الفنانين ديالنا اليوم عرضوا مجموعة من اللوحات مختلفة اللي استعملوا واحد الأساليب فنية متباينة من الرسم على الطريقة الإسلامية العريقة، لابستخي، الفن النحت المعاصر. الاشتغال ديالي بالأساس هو على الإنسان بجميع متناقضاته بخيره وشره، ومجموعة من المتناقضات التي يعيشها الإنسان. أكيد طبعا صعب أن نقوم بترجمة عمل فني تشكيلي يعتمد على لغة حسية بصرية إلى لغة أخرى اللي هي لغة أدبية، إذن فتنخلي العمل مفتوح أمام قراءة الجميع، لأن كل له يعني يقرأه من زاويته الخاصة انطلاقا من خلفيته الثقافية والدينية والسياسية والاجتماعية. ولهذا الأساس يعني لا أترجم أعمالي لغويا، وفي نفس الوقت أتركها بدون عنوان حتى أتيح للجميع قراءة يعني حرة دون قيد أو شرط. هو معرض ثلاثي تحت اسم ثلاثية النجوم، اللي حدينا فيه شرف المشاركة من طرف رواق أرتس وورد مع الفنانين التشكيليين السي عبد السلام الحرش والسي عبد الحي الدمناتي. تنقدموا من خلاله واحد ثلاث تجارب تشكيلية بين الفن التجريدي وفن التركيب وفن المنغمات الإسلامية، وهي فرصة كذلك لتشارك وتبادل رؤى فنية تشكيلية جديدة حديثة فيها مقاربة، نقدر نقولوا لها مقاربة جمالية سلوكية وبنائية. تنشتغل على الفن التشكيلي، الفن الإسلامي وما يعرف بالمنغمات الإسلامية العربية، وهو فن تيهتم بالتفاصيل الدقيقة، وتناخد منذ زمن طويل الشغل على تراث مدينة فاس كذاكرة جماعية اللي عشنا فيها وعشنا مع كثير من الناس اللي عايشوا التراث المغربي المتنوع والمختلف واللي تتشمله مدينة فاس، من أعراس، من حفلات، من أسواق، من فضاءات مختلفة، من المساجد إلى غير ذلك. إذن هذا هو العمل الذي أقوم به للتعبير عن ما يزخر به التراث المغربي.